ما كاينش غير الكره، كاينين رياضات اخرى. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر ما كاينش غير الكرة. زوم اليوم غنخصوها للرياضات الايروبيك والفيتنس والرياضات الوتريه رفقه رئيسه الجامعه الملكيه المغربيه للعبه. وبطبيعه الحال فسلمى بنالي رئيسه الجامعه الملكيه المغربيه للرياضات الوتريه الرشاقه البدنيه الهيب هوب والاساليب المماثله، مرحبا بك معنا على راديو مارس. مساء الخير لليلى، شكرا على الدعوه. مساء النور سلمى. كما كنهضروا دائما على هذا النوع الرياضي واللي عنده واحد الاقبال كبير، فالصفحه الرسميه ديال راديو مارس كانوا مجموعه من الاسئله كلها نصبات حول واش حنا عندنا جامعه ديال الايروبيك والهيب هوب، فنخليك تجاوبي على هذا السؤال الاول سلمى. هو في الحقيقه سؤال شويه مضحك حيث حنا اللي عارفين كاين هذه الجامعه واقيلا اكثر من 23 عام هذه، فالناس ما عارفينش نقربوهم منها. هذا هو المشكل. هالوغ الجامعه ستين بيلجن فام مينتينو عندها 23 عام ونص بالضبط، تاسست 19 اكتوبر 1996 وهي الجامعه الملكيه المغربيه ديال الايروبيك والفيتنس والهيب هوب والاساليب المماثله والبريك دانس، هو من بين الاساليب المماثله ديال الهيب هوب البريك دانس، راه ولا دابا لعبه اولمبيه وغادي يمشي للاستحقاقات ديال داكار ديال الالعاب الشباب اللي جيوجي ديال داكار في 2022 وغيمشي بطبيعه الحال لباريس 2024. والجامعه عندها دور كلاسيكي بحال جميع الجامعات اللي هو التاطير والتكوين ولي تورنوا لي كومبيتيسيون المنتخبات الوطنيه لي ستاج لي فورماسيون، يعني بحال الجامعات كلها، وكنمشيو لبطولات العالم وعندنا الحمد لله نتائج يعني تقريبا رائعه كل عام. يعني اخر مشاركه في بطوله العالم كانت في اكتوبر 2019 كانت في اكتوبر 2019 في هولندا وجبنا ميداليه برونزيه في لا كاتيجوري ديال لي سولو. زعما الحمد لله عندنا نتائج مشرفه وما كاينش زنقه واحده تقريبا من شي مدينه اللي ما عندناش فيها لاعب ديال الهيب هوب او البريك دانس، لان الهيب هوب والبريك دانس هما خلقوا في ضواحي نيويورك الامريكيه اللي فيها السود واللي سائده، ومع كامل الاسف باقا سائده في رحلتنا. مع احترامنا معلوم. نعم تفضل. لا راهما اللي كيسميو راسهم، ولكن يعني حنا ما نقولوش. انا خديت هي اللي كيسميو هما راسهم بها. لا ابدا. نعم. ابدا ما كاينش نهائيا. اذا هذا الشباب هذا اللي كيعاني من العنصريه، من الفقر، من الحضر، وحنا شفنا شنو وقع في امريكا مؤخرا، احنا شفنا شنو وقع في المينيسوتا الفلويد، يعني راه باقي داك الشيء. هاد الشباب هادو خلقوا هاد لا كولتور اوربان، هاد الثقافه الرياضيه، باش يعبروا على المآسي ديالهم، على الحزن ديالهم، وعلى الفقر والهجرة، ولكن ايضا في الامل في الحياه. الشعار ديال البريك دانس هو بيس اند لوف، هو السلم والحب. اذا هي ثقافه رائعه كتعبر على واحد العدد ديال الاحاسيس السلبيه ولكن ايضا الاحاسيس الايجابيه ديال الامل. الاخت سلمى كيفاش كان التواصل مع الرياضيين فدير هذا التوقف الطويل هذا 3 شهور ونص مع الرياضيين ديالكم؟ الحقيقه يعني القطاعات كلها تشلات في المغرب، ماشي غير القطاع ديال الرياضه. واول اللي تضر من هذه الجائحه هما القاعات الرياضيه والمدربين. نعم. والمدربات اللي عندهم، يعني راه الحاله كانت كارثيه. الله يكون في العون. راه شي مسائل يعني واحد الظروف مثلا كتلقى مراه مطلقه ولا هرب عليها الراجل هزها ثلاثه الوليدات وعايشه من خلال هذاك لو ميتي ديالها ديال المدربه. فاذا فيها توقف داك الشيء، المهم ما غندخلش التفاصيل، داك الشيء مآسي كبيره. وسورتو كما قلتي سلمى فكاينين بزاف ديال القاعات الرياضيه اللي كيعتمدوا على هذا النوع ديال الايروبيك، لان ممكن نقولوا بان 80% من النساء المغربيات ولات عندهم الثقافه ديال انهم يمشيو ويترينيو. فكاينين دي كوتش وهاد لي كوتش اللي تاثروا سواء اناث سواء ذكور، تاثروا بهاد الجائحه، تاثروا بشكل كبير وكبير للغاية. راه مآسي وقعت. انا كقلت ماشي غير تاثروا، راه مآسي وقعت. والقاعات الرياضيه اللي صار اللي هما اللي كيشغلوا هاد
ديالو هاد المدربات دابا راه شحال ما بقاش عندهم باش يخلصوا الكراء ولا الماء ولا الضوء. اذا يعني راه في الحقيقه راه مأساة وقعت. حنا بالضبط ثلاثه الاسابيع مور ما بدا الحجر الصحي لو فاما، حنا 14 افريل راسلنا وزارة الشباب والرياضه كنقولوا لهم كنقترحوا عليكم اننا نجمعوا لي دوليونس ديال الناس ونشوفوا ان حدا الضرب باش نشوفوا انتم ندخلوا في داك لاكاز ديال الاعانه. وكنكتشفوا عاوتاني واحد المشاكل اداريه كبيره، قليل اللي هو داك لاغيفلا سينيس، قليل اللي عنده الكونطرا كتلقى يعني واحد الفوضى كبيره في هذا القطاع هذا. وهادشي علاش كنقولوا بان هذه الفتره ديال مور كورونا ما خصهاش نهائيا تكون بحال الفتره ديال قبل من كورونا. خصنا ننظموا شويه، خصنا نخسروا شي شويه ديال الفلوس ديال لا سينيس وهادي، باش الا قدر الله وطرا شي مشكل من بعد هذاك الكوتش اللي كنهضروا عليه دابا اللي جات كورونا ووقفاته، فممكن يطيح تجيه شي عاهه مستديمه، يجي شي مرض مزمن، يلقى أموا واحد المعاش اللي عنده كل شهر اللي يستفد منه. سلمى غتبقاي معايا، نتوقفوا مع واحد الورقة من إعداد زميلة ديالنا سارة مجاهد اللي غتعرفنا بهذا النوع الرياضي والإنجازات اللي محققها هذا النوع. كان يا مكان جامعة مر على تأسيسها 23 سنة، الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية رشاقة البدنية الهيب هوب والأساليب المماثلة بهدف تطوير ونشر هذه الرياضة في المغرب وتشريفه خارجه. هذه الجامعة اللي كتضم 120 نادي قانوني وأزيد من 65 ألف منخرط منذ تأسيسها، فهي كتسار لتنظيم دورات تكوينية، دوريات وبطولات وطنية. آخر مشاركة خارجية كانت بطولة العالم في أكتوبر 2019، ميدالية برونزية في الهيب هوب. قبل منها في غشت من نفس السنة المغرب كيحتل مركز 16 في الترتيب العالمي خلال مشاركته في بطولة العالم اللي احتضنتها الصين. وبما أن البريك دانس واحدة من الرياضات اللي كتنتمي للجامعة وبعد دخولها الألعاب الأولمبية، فهذا هو المشروع ديال الجامعة اللي غادي تشتغل عليه، بحيث غادي تدخل العناصر الوطنية لمعسكر تدريبي في موسم 2020-2021. المغرب كيتعتبر هو ثاني بلد إفريقي وعربي والمغاربي الوحيد للاتحاد ديالو في البريك دانس. إلى رجعنا للخلف، فالجامعة الملكية المغربية للعبة نظمات بعد 4 سنين فقط من تأسيسها بطولة العالم سنة 2001 بمدينة أكادير، وحصلت عام 2012 بفرنسا على تكريم خاص بدرع الأعمال الإنسانية والسلام والتسامح من خلال الفعل الرياضي من مجلس مغاربة فرنسا. حصول عناصر المنتخب الوطني على 3 ديال الميداليات الذهبية وجوج ديال النحاسيات في بطولة العالم الهيب هوب اللي تقامت بهولندا في أكتوبر 2017. 23 سنة مرت على تأسيس الجامعة، نظمت وتألقت في العديد من التظاهرات العالمية. شنو غادي يخص هذه الرياضة باش تحضروا بقوة في الألعاب الأولمبية؟ سلمى، فسارة سألت بواحد سؤال، إلا كان ممكن تفضلي باش نجاوبوا على هاد السؤال. شنو خصنا باش نكونوا حاضرين في الألعاب الأولمبية وكذلك باش نتألقوا؟ لأن ملي كنهضروا على الهيب هوب والبريك دانس، فملي كنشاركوا في بطولة العالم فضروري المغاربة كيقدموا مستوى متميز وضروري كنطلعوا البوديوم. فبغينا لما لا رياضة أهل الألعاب الأولمبية، ولما لا نديروا بوديوم أولمبي. المغرب هو الدولة الإفريقية الثانية والعربية الثانية والمغربية الوحيدة اللي عندها جامعة اللي كتسير البريك دانس رسميا، ولكن احنا هاد الدولة العربية والدولة الإفريقية احنا عندنا 23 عام ديال الطبق عليهم. إذن هاد الدولة الإفريقية اللي هي لاكوت ديفوار وكان ضمن الدولة العربية هي لبنان، عاد خلقوا الجامعات ديالهم. أما المغرب عنده 23 عام، فاش الشمل ديال البريك دانس مجموع الحمد لله بعدا في المغرب، وكنعرفوا كل مدينه شنو فيها وشكون فيها وشحال ديال الذكور وشحال ديال الاناث والشبان والفتيان. وهذا اللي خاصنا هو واحد شي شويه ديال زدنا المنحه ديال وزاره الشباب والرياضه باش نقدروا حنا نواكبوا هذا الشيء، لان كانت عندنا مشاكل كثيره مع الوزير السابق للتربيه العالمي، ما غندخلش في هذا الشيء راه الكل عارفه. ولكن أنا كان عندي لقاء مع السيدة الكاتبة العامة اللي التقيتها لأول مرة، واكتشفت واحد السيدة ديناميك، واحد السيدة باغا تخدم، واحد السيدة كتنط، واحد السيدة إذا قلتي لها ها الأخطاء اللي كديروا في الوزارة كتقول لك داكور جو في نوتي، ماشي كتقول لك لا أنت ما كتفهمش وأنا كنفهم. يعني اكتشفت واحد السيدة من فاتحة وباغا تخدم، وكان عندي لقاء إيجابي بزاف معها، فعطتني واحد لابوفي دوكسيجين، لأن هذه السنين والعلاقات مخنوقه مع الوزاره، يعني داكشي اللي داز علينا راه الله اللي عالم به. يعني انا كنهضر على اغلبيه الجامعات ماشي غير حنا،
ولكن حنا الميزانيه ديالنا كانت عاد 300 مليون وجات طالب العلمي وبين عشيه وضحى نقص 150 مليون في اخر الموسم وحنا ما كناش عارفين وداك الشيء بقى غير تخبيط الحدث العادي داك الديون وداك داك يعني الخنق العجز داك الشيء بقى لحدات الساعه فسترت لها كل شيء وعطيتها اوراق وعطيتها الشيكات وعطيت لها ارقام وعطيت لها حجج وعطيت لها كل شيء وعدتني انا هادشي اللي بغيت نقول لك يعني غير الامور يكونوا واضحين والميزانيه تكون مضبوطه ويكون عندكم الحجج كما قلتي فكنظن بان قطاع الوزاره الوصيه غيكون التدخل ديالو لصالح الرياض وانا متفائله بزاف وانا متفائله بزاف السيد الوزير الجديد راه عاد جا وقف ثلاثه الوزارات يعني راه الله يكون في العون غنمشي عندهم نبقى نعاودوا على المشاكل الله يروبيك اش غادي يفهم الاول واش غادي يفهم ولكن الكاتبه العامه تبارك الله انا اول مره كنتلاقاها ولقيت فيها واحد الايجابيه ولقيت فيها واحد يعني واحد النيه الصالحه يعني ممكن نقولوا بان توفر الظروف مناسبه للمنتخب الوطني المغربي للبريك دانس غنشوفوه متاهل للالعاب الاولمبيه طوكيو 2021 لا احنا ما غنمشيوش لطوكيو احنا غنمشيو لدكار 2022 يعني البريك دانس صوت عليه ابتداء من 2022 دونك البريك دانس ما غيمشيش لطوكيو البريك دانس غيمشي لالعاب الشباب ديال دكار 22 والالعاب الاولمبيه ديال باريس 2024 اذا فوالا اذا لان عاد دخل في جوان ديال العام لاخور هذه عام عاد باش صوت لو سيو الكوميتي اولمبيك انترناسيونال على البريك دانس انه يدخل يولي اولمبي فوالا شوف احنا بحكم اننا عندنا تاريخ وعندنا يعني تاريخ ديال 23 سنه فكنعرفوا كل مدينه وكل باتلان شكون فيه وشنو هذا وشنو هذا يعني وتبارك الله المغاربه يعني راه عندنا واحد الطريق ديال الانجازات على المستوى الدولي يعني راه لي ريزولتا سولا ديال يبدو ان الخط انقطع مع سلمى بناني رئيسه الجامعه الملكيه المغربيه للايروبيك والهيب هوب والبريك دانس على انفا غنحاولوا مره اخرى باننا نعاودوا ونستضفوا هاد الجامعه لانه هناك مجموعه من الاشياء ومجموعه من النقاط اللي خصنا نهضروا عليهم شكرا لك سلمى بناني رئيسه الجامعه الشكر كذلك موصول لساره هشام وصلاح اللي كانوا معنا في حلقه اليوم مستمعينا الكرام كيجد معكم الموعد غدا في نفس التوقيت ما كاينش غير الكره كاينين رياضات اخرى